ايش فيكي؟ شلون تدخلين كذي؟ مروة اختي ايش فيها؟ انت تنتحر من فوق سطح العمارة. ما ابي احد فيكم يكلمني. انتوا عبالكم انا من زمان عايشة؟ انا من زمان ميتة. ميتة من يوم ما عشت مع هذا الدافئ المدمن اللي اسمه زوجي. امي وينها؟ وين امي؟ ليش ما جت؟ وينها؟ اختي ذكر الله، اللي قاعد تسوينه حرام. حرام حرام. كل شيء علي انا. ليش ما تكلمون هو؟ حتى المحكمة. المحكمة حتى المحكمة صدقوا وجذبوني انا. يقولون ما لقوا بالكشف اللي كان بدمه ما لقوا فيه اي مخدرات. طبيعي ما راح يلقون. لانهم اكشفوا عليه عقب البلاغ بشهر. حتى الشهود. الشهود ربع شنو تبون هم يقولون عنه؟ يقولون عنه مدمن؟ يقولون عنه حقير؟ ما راح يقولون عنه كذي. كل مشاكل ترى نحلها، بس انت غلط بنفسك. امي وينها؟ انا ابي امي العين. امي وينها؟ خدي تشوفني. خدي تشوف بنتها تبي تموت بسبة ولد اختها. مروة! يما مروة! مروة بنتي حبيبتي! اختي! مروة امي مروة! انتبه، هي ناطرة تشوفك عشان تقط نفسها. وصلتي؟ وصلتي الحين يما؟ يما اي طبعا وصلت، وانا عمري تاخرت عليك يا بعد عيني. امي مروة ليش تسوين بروحك كذي يا بعد روحي؟ روح انتي! انتي اكثر واحدة عارفة ليش؟ انتي اللي سويتي فيني كذي. انتي زوجتيني من ناصر. كنتي تشوفين كل شيء يسوي فيني. تدري شنو اخر شيء سواه؟ يابني ربع البيت يشربون ويتعاطون قدامي. شنو تبيني اسوي؟ شنو تبيني اسوي؟ يما حبيبتي انا وعدتك قلت لك والله راح اخلصك منه، بس انتي سمعي كلامي. والله قلبي مو متحمل وقفتك كذي. سمعي كلامي، انا هذا الرجال اخلصك منه، يعني اخلصك منه. الف مره وعدتيني يما، الف مره وعدتيني. الحين انا ما ابي شيء، ما ابي منكم كلكم. كل اللي ابي اني اموت وافتك منه. الله ما يستاهل يا بعد عيني انك تذبحي نفسك عشان واحد مثل هذا. يستاهل يا امي. وانا استاهل يما. انا الموت ارحمني الف مره من اني اعيش مع واحد ما يخاف ربه ولا يستحي. بنتك بنتك تستاهل كذي. والله يما ما تستاهلين، وانا امي بنتك ما استاهل اللي تسوين هذا فيني وتحرقين قلبي. والله يما والله والله في السماء والله في السماء ما اخليه يمس شعره منك، بس لا تحرقي قلب امي بنتك اهون عليك يا بعد عيني. امي مروه انا ما عندي غيركم يا بعد قلبي، لا تعورين قلبي عليك حبيبتي مروه. امي انتي بس خلاص، انا تعبت تعبت وانا اموت. بس كل اللي كنت ابي اني اشوفك يما، اشوفك عشان اموت قدام عينك، اموت بسبة ولد اختك. مروة لا، مروة لا تكفين. مروة وخر عني، وخر لا تقرب صوبي. ان قربت والله قط نفسي. وخر عني. اختك تحاجي من فوق. يما هذا سلطان. بس بس شنو تحاجي احد؟ يما سكتي، يما سكتي 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 خلاص. تود يقنعها خلاص. اهدي اهدي شوي اهدي، اسمعيني زين بس يا مروة. طيب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. آلام الدنيا التافهة ما تسوى شيء يا مروة، عند عذاب الآخرة في نار جهنم اللي ما لها نهاية. النار النار يا مروة. أنا ما قتل نفسي علشان شخص ما يستاهل ولا حتى يستاهل. لا تخلينا ينتصر عليك. هو يعيش حياته وانت تخسرين الدنيا والآخرة. عطيني يدك. عطيني. يا رحمن يا رحيم يا رب انت كريم يا رب انت كريم.
أشكرك يا ربي يا ربي، أنت الكريم أنت الكريم، يا ربي لك الحمد والشكر، ربي لك الحمد والشكر، ربي لك الحمد والشكر، ربي أحمدك وأشكر فضلك يما، ربي أحمدك وأشكر فضلك، أحمدك وأشكر فضلك. عيون وعد والله، وانا هذا الحكي اللي تعبني، وانا الحكي هذا من زمان. زين يلا خلصني، قول ايش عندك؟ عمري يعني احنا لازم نتبحبح شويه ونخطي خطوه بموضوع زواجنا. خطوه شنو؟ وانت تعرف موقف امي، اخذت خطوه اولى وشفت ايش صار. عادي تزوج بدون ما تدري. شلون يعني؟ عادي نتزوج حالنا حال الشباب على سنه الله ورسوله. تقصد عرفي؟ لا يبا، ايش قاعد تقولين انت؟ ايش عرفيه؟ ايش هالخرابيط هذه؟ لا لا، زواج عادي طبيعي، حالنا حال الناس، نجيب ملاك وشهود، زواج طبيعي. الملاك ما يملش من غير ولي امر، ايش بتسوي؟ من قال لك ان انت ما عندك ولي امر؟ ناصر ولد خالتك ولي امرك الحين، وهو ولي امرك بعد وفاه ابوك رحمه الله عليه، عسى الله يرحمه ويغفر له. بعدين الرجال يثق فيني ومرحب ومهلهل، بس عادي نتزوج. سعود ايش هالكلام؟ عمري ترى الموضوع عادي، الزواج قبول وانت موافقه. لا بعدين تعال هني، انت مو وعدني ما تماشي ناصر هالمدمن؟ ها؟ انت ايش عندك كل شوي تطالعين الساعة؟ جامعة وما عندك؟ في حد قايل لك ان انا ما عندي غير الجامعة وانت؟ ترى عندي مليون ألف شغلة. المهم ما علينا الحين. عمري ترى لازم تشوفي لي تصرف، انا ماني قادر استحمل، خلاص لازم اتزوج. انزين انا بروح الحين نتكلم في الموضوع بعدين، يلا باي. يا هذا سالفة تبعت. وعد لحظة شوي، تفضلي. شنو انت ساحر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون عرفت ان انا؟ من صوت طقتك على الباب. نعم. ايه ايقاع طقتك عرفتك منها. الله يقطع ابليسك. اول مرة اعرف ان الطق على الباب له ايقاع. انت بالذات طقتك على الباب لها ايقاع ما يتغير. والله ما عرفت الا منك. تدرين؟ انت تملكين اجمل ضحكه سمعتها في حياتي. هي انتبه. اسف بس كانت مجرد ملاحظه يعني.
انزين نكمل من وين ما وقفنا امس؟ لا ودي اغير الكتاب. شنو تبي؟ فايق عبد الجليل. شعر؟ شعر. قهوه. لا مو شرط تبدين من اول شيء. الشعر ينقرا من اي صفحه. من وين بالضبط؟ يعني شوفي لك اي صفحه وبلشي. شلون يعني اي مكان؟ على حسب الهامج. انزين انا والهامي. اوه هذه الاغنيه. اقري. انزين وهم وهم كل المواعيد تعب كل المواعيد باسم الحب باسم الشوق مأساتي معك تزيد أتم بعيد تتم بعيد وتم مثل الحزن أمطر سحابة عيد أجي ملهوف عطش تحت المطر ملهوف وقتي يطوف لوني ضايع ومخطوف يضيع الشارع بصمتي صمت الانتظار سيوف كل ما مر وهم صوبي أقول أنتي